يطلع بتصريحات أو تصرفات تقول استعراضية إن صح القول. نحن نبني على المستقبل وليس على السب والشتم والكلام الغير لائق. عمل الجزائر، عمل الدبلوماسية الجزائرية عن تبني الجسور ولا أن تخلق تكبر الفوجة الموجودة بيننا وبين بعض الأشقاء في المرأة. فيها قرارات، فيها قانون دولي واضح، فيها انتماء للصحراء الغربية، لجمهورية الصحراء الغربية، للاتحاد الإفريقي، فيها قرارات الأمم المتحدة، مجلس الأمن أو الجامعة أو الجمعية العامة، هذو واضحين. لن يغير موقف الجزائر، لن ندخل في كلام غير لائق مع الأشقاء في المغرب، ونبني على المستقبل. أما هذه الحملات الصحفية المفبركة، احنا عارفين ان مش صحافة تتكلم هكاك ويقولوا وش